على بركة الله مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، هكذا لا زالت تستمر الأشواط شوطا تلو الشوط نسير مع الشوط السابع، والشوط السابع مخصص كذلك للإبكار الصعاب. نسير مع اللي تستفتح إذاعة هذا الشوط مذيار محمد بن أحمد بن فارع الظاهري، من يستفتح إذاعة هذا الشوط مع البداية والمقدمة، وفي ثاني المراكز كذلك الوصول من غبل اللي وصل واحتلت في ثاني المراكز. الشانية مكتوم بن سالم العامري من يقدمها في هذا الوصول، تابع الوصول من قبل الشانية محمد بن غبشي بن سالم الاكتبي كذلك وصل في ثانية المراكز، رابع المراكز تابع التواجد والوصول من الشانية مبارك بن محكوم البلوشي، ولكن البداية والمقدمة، البداية والصدارة مذيار 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 محمد بن أحمد بن فارع الظاهري من يقدمها على بداية هذا المسار، من تنطلق على البداية والمقدمة والصدارة. كذلك الشانية في ثاني المراكز مكتوم بن سالم العامري يقدم الشانية، ولكن البداية البداية والمقدمة مذيار مذيار محمد بن أحمد بن فارع الظاهري من يقدم مذيار، قامت بالشوط راس وانهت الشوط بدون اي منافس على الاطلاق، بدون اي منافس مذيار مذيار محمد بن احمد بن فارع الظاهري من يقدم لنا هذا الحضور مع الانطلاق الاول. تهانينا والناموس على فوز مذيار محمد بن احمد بن فارع الظاهري، والتهاني والتبريكات على هذا الفوز والانتصار. لحظات الفوز هنا مع مذيار محمد بن احمد بن فارع الظاهري، هنيالك على هذا الفوز والانتصار لتقدم مذيار في هذا الشوط. تهانينا والناموس على هذا الانطلاق مذيار محمد بن احمد بن فارع الظاهري. ثانية المراكز وصلت كذلك الشانية محمد بن غبش بن سالم الاكتبي، ثالث المراكز وصلت في شاني مكتوم بن سالم العامري. تهانينا والناموس. التوقيت الزمني 2:21.